في البداية كده عايزين نتكلم عن محمد شريف. عايزين نبدأ من ورا، من الأحداث، من بدايتها في التعاقدات مع نادي الخليج مع النادي الأهلي. إيه اللي حصل بالظبط وإزاي المفاوضات تمت من النادي الأهلي لنادي الخليج؟ والله شوف، المفاوضات أنت عارف أكيد إن النادي الأهلي صعب جدا في المفاوضات، في موضوع المفاوضات بالذات أو انتقال اللعيبة، أو بالذات لو واحد كان من نجم من نجوم النادي الأهلي. محمد شريف يعتبر يعني من الناس اللي سابوا علامة في النادي الأهلي، فكانت تمام. المفاوضات مش سهلة عشان أكون صريح معاك، وكان فيها صعوبة، ولكن أكيد أنت عارف إن النادي الأهلي عمره ما هيقف في وش أي لاعب في الاحتراف الكلام ده، ولكن محمد شريف الحمد لله رب العالمين تم انتقاله بشكل مش هقول لك سريع، ولكن في فترة لا تتخطى مثلا ال 25 يوم. 25 يوم. طيب هل كان في عروض أخرى بخلاف الخليج ولا كان هو الخليج بس؟ لا، محمد شريف كان عنده عروض من أندية تركية، من ناديين تركيين، ويمكن ده اللي فتح باب النقاش مع النادي الأهلي، إن هو مش عرض واحد ولا اتنين، ولكن كان عرضين، وبعد كده جه عرض نادي الخليج. طيب هل بالفعل هناك بند في تعاقد محمد شريف مع نادي الخليج في حال رحيله عن نادي الخليج ويتعاقد مع فريق في الدوري المصري لابد من العوده اولا للنادي الاهلي ولا مفيش البند ده؟ لا، هو البند، اكون صريح معاك يا حامد، البند مفيش بند بيقول الكلام ده في قوانين الفيفا، ولكن الاولويه ان بيتم مخاطبه النادي الاهلي. بمعنى يعني ايه تم مخاطبه النادي الاهلي؟ بمعنى ان مثلا سيان جه عرض لمحمد شريف في يوم من الايام، بيتم مخاطبه النادي الاهلي ان في عرض جه لمحمد شريف بالقيمه دي. معلش، هو أي نادي ولا في الدوري المصري مخصوص؟ أي نادي؟ أي نادي في الدوري المصري لازم يتم التواصل من جانب مجلس إدارة نادي الخليج السعودي إلى النادي الأهلي. بس فبيتم مخاطبة النادي الأهلي، وبيبقى فيه مهلة معينة للنادي الأهلي. النادي الأهلي المهلة دي قد إيه؟ يعني مثلا هتقول حوالي أسبوع مثلا. أسبوع. في الأسبوع ده الأهلي ما قدرش يفعل اللي هو يشتري من الخليج، فخلاص يحق له اللي هو يروح لأي نادي تاني. الأهلي، بص يا حمد، الأهلي بيبقى عنده مثلا إن هو بيقعد يتكلم مع اللاعب، جميل، اللاعب خلاص أوكي مفيش مشكلة خلاص، ولكن خلينا، أنا حابب بس أوصل نقطة بسيطة يا حمد. اتفضل. محمد شريف أكيد كلنا كمصريين عاوزينه يستقر ويستمر في دوري كبير زي دوري روشن، الدوري السعودي.